عن قناع. انا كنت موهوب ولكن انا يعني درت الدراسه ديالي واشتغلت بالميدان المالي واشتغلت كذلك يعني كمحلل مالي في شركه، ولكن الاختيار الموسيقى يعني شي حاجه اللي زعما اللي فريمون يعني اي واحد فينا كيتمنى انه يعيش بالموهبه ديالو. انا كما تنقول في الاول شاركت في استوديو جوزان، من بعد يعني شاركت في برنامج دوين رئيس وخديت كذلك وصلت فيه النهاية وربحت فيه 25,000 دولار، وهذا الشيء كله خلاني من بعد أنني نتقاتل باش ندير للمجال الفني، وهذا الشيء ما كانش سهل لأن ولو أنني كنت وصلت للمرحلة النهائية كنت يعني مجبر أنني ندير أعمال خاصة، وهذا الشيء خلاني ندير عمل مرة عمل مرة عمل باش زكريا يقدر يدير أغاني معروفة، والحمد لله الأغاني حققت مئات الملايين المشاهدات يعني داخل وخارج المغرب، وخلاني انني نكون حاضر في يعني كبرى المهرجانات اللي كاينه يعني الحمد لله، وهذا الشيء كيجي يعني بالعكس عن قناعه، وانا ما هادشي ما ندمش عليه لانني قريت والقرايه ديالي هي اللي مكنتني انني نوصل هادشي اللي وصلت ليه دابا، لانه الفن بوحدو غير يعني الفن بوحدو بدون ثقافه والفن بدون اداره فنيه والفن بدون كما تنقولوا ان باك جراوند يعني سيونتيفيك ما يقدرش يوصلك. بالنسبه للسؤال ديال الام ديالي يعني فقط هذا كانت فكره ديال انني كنت غادي الاغنيه ديال الله الله ربيح المولانا كانت طايره ديك الوقيته، وكان عندي واحد الفكره انني ندير مناجات بين الابن والام ديالو، انا تنقول يعني باش يعني فقط نوضح الفكره ديال الرضا ديال الاهميه ديال الرضا ديال الام. بالنسبه للسؤال الثالث يعني انا كتعرفوني دائما بعيد على السوشيال ميديا، حياتي الخاصه بعيد على السوشيال ميديا عادي يعني المشكل وقع، ولكن الحمد لله دابا الامور كلها تقدات ما كاين حتى شي اشكال، وانا كنت دائما كنبغي الحياه الخاصه ديالي والحياه العائليه ديالي كتبقى بعيده، كنركز على ما هو فني 100%، ما عمري خرجت شي نهار انا هضرت على اي مشكل كما بغى يكون، واي واحد فينا لا انت لا اي واحد لا الاستاذ لا عنده مشاكل عائليه، ولكن الحمد لله احنا ما عندناش مشاكل كبيره بزاف، الحمد لله بخير والامور كلها مزيانه، مشاكل كانت بين الاخوه وتقدات، والحمد لله انا هنا باش نقدم واحد الحفل اللي غادي يكون ان شاء الله يعني من قلبي وجدت له يعني سنين، يعني دابا من 2019 لدابا عندي بزاف ما نقدم، وكاين مفاجات كبيره اللي غادي تقدم ان شاء الله، وغادي تكون قد المستوى ان شاء الله. باك لايك، ميرسي.